دلوقتي يا ولاد ان شاء الله هنكمل مع بعض دلوقتي الكونسيبت نمبر 2 ديسيمال اند فراكشن. ديسيمال اند ايه فراكشن. طيب اول حاجه هناخدها حاجه اسمها سيم فاليو ديفرنت واي، يعني نفس القيمه بس بطريقتين ايه مختلفتين. الولد دوت بينط زي مسابقه كده عاملينها اللي هينط اكبر مسافه، فبيقول لك انزل ذا لونج جامب كومبيتيشن. كومبيتيشن يعني منافسه، كومبيتيشن يعني منافسه. لونج جامب يعني اكتر واحد ايه هيقطع، تلاقي واحد جري 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 وراح ناطط يشوف اعلى واحد اكتر واحد قطع مسافه، صح؟ فالولد دوت قطع ادل جامبت يعني نط كده قفز 2.6 من المتر. يعني تن غير كده يعني نط نط عملت مترين قد الترابيزه دي كده مثلا، وكمان جزء قد نص الايه نص متر كده كمان او 6 من 10. نعم الحدود يا مستر. هنا بقى ما تقدرش بعيدا منه اهو، ده اللي اسمه عادي 2 متر مش كتير يعني، هو جه ونط الكعب يا مستر. ماشي، ما هو بيجي في الاخر الكعب. فهنا بيجي يقول لك ايه، بيقول لك دي كده الموديل ده، الموديل ده عبارة عن 2 كاملين، فبنكتب 2. فاتكتبت في صورة ايه؟ ما هو بيقول لك ذا سيم فاليو، نفس القيمة بس ديفرنت فورم، يعني بأشكال مختلفة. طب دي كده واحدة كاملة وواحدة كاملة يبقى كام؟ يبقى 2. والسكس دي بقى 6 تنسز يبقى ايه؟ 6 اوفر 10. 6 اوفر ايه؟ 10. يبقى كده كتبناها في الميكسد نمبر. طب هي نفسها لو اتحولت لديسيمال فهتبقى بدل ما نكتب 2 and 6 over 10 هتبقى 2.6. ودي خدناها الحصه اللي فاتت. لو عايزينها في وورد، وورد فورم هنقول 2 and 6 tenses. خلاص اتفقنا؟ اللي بعديها ديت بيقول لك اعملها لي بقى، نركز مع بعض. دي اعملها لي بقى، دي اعملها لي في صورة مرة عايزها في صورة. بص هو طالب ايه بقى؟ بيقول لك احنا عايزينها مرة رايت الفراكشن، هتكتبها كفراكشن وهتكتبها مرة في ايه؟ كديسيمال للشادد بارت للأجزاء الملونة. طب تعال نحل مع بعض. أول واحدة يا ولاد، أول واحدة عشان تبقى فراكشن نعمل ايه؟ بص هو انا حوليت هنا ولا ايه؟ احنا لا ثواني، لا اثنين ورا فوق بعض. تعال نشوف هنا نقسمهم كده عشان نخلي كل واحدة مكان للحل. كده واحدة، ده سؤال كل واحدة يحل واحدة، ده ثلاثة، ده أربعة. يعني أول واحدة يحلها مصطفى. عايزينها فراكشن مرة وعايزينها مرة إيه؟ ماشي، عايزينها مرة ديسيمال. خلي بالك عشان دي بتيجي في الامتحان. ماشي يا مستر، عيب عليك يا مستر. فراكشن قول. فراكشن يا مستر، بسم الله الرحمن الرحيم، 2 اوفر 10. برافو عليك. نعم. واثنين متساويين فعلا. 2 اوفر 10 يا جدعان. 2 اوفر 10 مظبوط. وعشان تبقى ديسيمال. عيب عليك يا مستر. ماشي. يلا. ديسيمال بقى. 0.2 كده صح؟ الحمد لله حلو يا جماعة. حل مصطفى صح. الحمد لله. عاش عليك. نيجي بعد كده لجنى. انا مش عارف. الحمد لله. ليه؟ قول. اول واحده دي 1 هول صح؟ 1 هول. وفي كام؟ وفي 8 من 10 صح؟ اوكي. ركز يا مستر كده. طب امبروفر يا مستر؟ لا ما تحركش كده. مستر طب امبروفر؟ مستر هنحط 1، هنعمل ميكسد نمبر. ماشي 1. هنكتب 1، نعمل شرطه الايت هتبقى فوق التن هتبقى تحت. شايف يا زياد؟ الايت هتبقى فوق والتن فعلا هتبقى تحت. طب ده لو عملناها كايه؟ كفراكشن طلعت ميكسد نمبر. طب عايزينها ديسيمال. كانت ممكن تطلع امبروفر. كملي. دي عايزينها ديسيمال هنعمل ايه؟ 1 دوت دوت ايه؟ برافو عليك. اعمل لها بس يبقى صح. اللي بعديها يا زياد نعملها ازاي؟ بعديها
حلقة الفيديو. كلمة. اللي بعديها زياد دي كام؟ بعديها دي رقم سي ده؟ دي تو ايه؟ تو نكتب تو؟ ماشي كتبنا تو وبعدين كتبنا تو اهي وبعدين اول حاجه دول كده تن صح واللي جنبهم تن يبقى 20 صح واللي جنبهم 7 يبقى 27 اوفر كام كلهم عددهم كام كلهم عددهم 100 مش دول كلهم 100 يبقى 27 اوفر كام اوفر 100 صح كده. طب لما نيجي نحولها بقى لديسيمال هنعمل ايه؟ ديسيمال ديسيمال عشان صح نبقى ايه؟ هي اوفر 100 كده اول حاجه نكتب كده 0 بوينت وبعد كده نكتب 2 بعد كده نكتب 0 اللي بعديها يا مصطفى اللي بعد كده اي بص على كده عشان خير اقدر يعني قول يعني يعملها ميكس اقعد هنعمل ايه هنعمل ميكس نمبر نكتب ايه بقى نكتب 2 الزوج الترابيزه نكتب 2 يبقى عمليه ده وبعد كده نعمل شرطه كده شرطه يعني 4 4 اوفر اوفر 100 لان كلهم 100 كده صح اوكي برافو يا مصطفى. طب لو عايزين نحولها بقى لديسيمال ديسيمال هنعمل 2 هنعمل 2 بوينت بوينت 4 اوفر 100 بصوا بقى هنا بقى في تحت 2 0 لا انا مش هقول بص لما يكون في 0 و0 تحت يعني 2 0 يبقى لازم يكون في رقمين فوق لما مفيش غير رقم واحد يبقى نحط ال0 جنبه على الشمال نحط ال0 جنبه على ايه الشمال يعني و0 على الشمال ملوش قيمه بس احنا عشان نحط بعد كده الديسيمال بوينت تعرف تتحط فين بالظبط فتبقى 2.04 انت صح انا ما قلتش حاجه بس هبعلمهم ازاي يجيب يعني يحطها فين بالظبط مصطفى زعل لا مصطفى حلها صح احنا بنشرح حته اضافيه غير اللي هو بيحلها فلما يكون في تحت 2 0 نعمل ايه نشوف ال 4 فوق ونكتب ايه جنبها 0 على الشمال 0 على الشمال ملوش قيمه يعني خلاص اتفقنا هنا السؤال بيقول لي رايت ذا فراكشن for each of the decimal يعني كل دول decimal وعايزهم fraction لما يكون عندي خليني انا اشرح بقى عشان الوقت لما يكون 0.4 وعايزها fraction تبقى 4 over كام 10 طب بيا دول كام على يمين البوينت 2 digit 2 digit يبقى تحت نكتب على طول 100 وهنكتب فوق 1370 خلاص اتفقنا هنا في كام 2 ديجيت هقول لي هتقول لي انت بس في 0 ده مستر اقول لك هو 0 ده مش ديجيت ديجيت يبقى نعمل كده ونكتب تحت 100 بالشكل ده كده وهنكتب فوق بس 0 طب يا مستر في هنا 2 و 9 و 3 بس في بينهم هنا بوينت دي صح في بينهم البوينت دي يبقى هنكتب ال 2 اكنها ميكسد نمبر وهنا طبعا هنكتب في بعد البوينت ناحيه اليمين في 2 ديجيت هنكتب كده 100 وفوق هنكتب 90 فوق هنكتب كام 90
سري. حضرتك كده حليت الفراغ. نيجي هنا بقى بيقول لك color a model for each of the decimal and write it fractions form. هنا بقى دي طبعا decimal، هو بيقول لك color the model وبعد كده تحولها لفراكشن. color a model يبقى دي هتبقى ايه؟ عندنا واحدة and two و eight بعد البوينت، يبقى لازم نلون واحدة كاملة. بص لي هنا ماشي. لما يقول لي 1.28 يبقى لازم نلون واحدة كاملة اللي هي في الونز، وال 28 يبقى نلون من دي كام؟ 28. وعشان تتكتب في فراكشن يبقى 1 اند نكتب 1 وناخد شرطة كسر وتحت تكتب 100 وفوق نكتب ايه؟ 28. تعالى نشوف الحل هيبقى كده. يبقى كده حولناها من 1.28 لونا واحدة كاملة، وال 28 من ال 100 لوناهم وهنكتبها كده تبقى 1 كامل اهي و 28 over 100. طيب اللي بعديها دي هنواضح جدا 3.02 يبقى هنلون كام؟ 3 كاملين، يبقى هنلون كام؟ 3 كاملين. والتانية هيتبقى بعدها 2 يبقى هنلون 2 بس من الايه؟ من ال 100 الأخيرة صح؟ وهتبقى كده 3 كاملين و2 ايه؟ من ال 100 الأخيرة. والفراكشن هتبقى 3 and 2 over 100. ناخد آخر جزء بيقول لك ال 1 دي اللي هي 10 تنسس. ال 1 دي عبارة عن 10 ايه؟ من التنسس، يعني أكننا بنقول 10 over 10 مش 10 over 10 بون. طب ال 5 مش هي عبارة عن 50 من التنسس اللي هي 50 over كام؟ 10. مش 50 over 10 تديني 5؟ طب حاجة زي كده 10.3 أكنها إيه؟ 103 تنسس صح؟ لأن ال 10 دي لوحدها كل واحدة منهم ب 10 من التنسس، يبقى ال 10 دي لوحدها بكام؟ ال 10 في الونس أكنها 100 من التنسس صح؟ وعندنا 3 جوه من التنسس يبقى 103 من over 100. طب لو قلنا 9 يبقى 9 بكام؟ 900 9 ايه؟ 100، يعني كأننا 900 over ايه؟ over 100. مش هتديني 9؟ احنا لو شطبنا ال 20 اللي فوق مع ال 20 اللي تحت مش هيديني 9؟ وهكذا بالنسبة لما يجي يقول لي 1.7 هنقول دي 150 يا مستر من ال 100، لأن ال 1 دي لوحدها يا مستر بإيه؟ ب 100 من ايه؟ من ال 100 صح؟ اللي هي 100 over 100. وعندنا ال 7 دي، طب ال 7 دي عبارة عن 0 من التنسس، 0 من التنسس يعني 70 من الايه؟ من ال 100، يبقى عندنا 100 و 70 من و 70 يبقى كام؟ 100 70 يبقى 100 ايه؟ 70 من ال 100 over 100 هيديني كام؟ 1.7. والمرة الجاية إن شاء الله إحنا وقفنا لغاية هنا، لسه الفور إن شاء الله ناخد المرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.